تشيل عن طفولتك ترتيبك بالعائله. انت ترتيبك كبير. انا اكبر واحد. اكبر واحد اي. وعندك اثنين اخوان واثنين خوات. اثنين اخوان طبعا رسان بن خالتي. اتشرف انا الي الشرف. وطبعا اغلب حياتي هاي للساده المشاهدين اغلب حياتي انه انا فتحت عيني على رسلان. رسلان حداد صاحب فضل علي في مسيرتي الاعلاميه. لا استغفر الله بالفضل لله. لا الفضل لله. وانا بالنسبه لي طفولتي رسلان انت يعني تعرف انه انا كنت ورسلان حداد المخرج فاتح عينك على تباجيو. لا احكي لي من عرابك بالاعلام دخلك للاعلام الهاي انت دائما تنكرني حتى هسه وثق بال لا خب انا حكيتك صح الفضل لا الفضل لله اخوي وخالص وانا اتشرف فيك. احنا طفولتنا تعرف انا جايبك يوم برنامج حتى توضح هاي الاشياء يعني هذا استغلال هذا ولا ليش جايبك هاي وردك توثق طفولتنا احنا خصوصا انت هسه مرشح المنصب تريد تصير منصب او اشياء فاريدك حتى خاف تنكر هذا عن معدي مقطع عم انا دخلت الاعلام انا رجال فقير الحمد لله ما كان لا ينمو ويعلو اكيد لا تبيك البركه حمود طيب وابوك انسان محترم تحياتنا الله يسلمك الجبار ساعد والدك الطيب وامك الله يسلمك الله يعزك احكي لي جبار كم صارت عوائل كم مره خابزك جبار شوف هو جبار ذا بالمناظر اشرد سوى عمليه لعيونه صدق تحياتنا إليه.